لقد كان المؤتمر التشاوري لمجالس المقاومة أهميته ومبرراته الوطنية، وعلى رأس تلك المبررات أولاً الحاجة إلى قراءة المشهد الحالي والتعرف على طبيعة المخاطر التي تحيط بالمشروع الوطني، وعلى رأسها الانقلاب الحوثي وما ترتب عليه. ثانياً، ضرورة التشاور حول خيارات المقاومة الشعبية باعتبارها طرفاً أصيلاً في معركة استعادة الدولة وحماية الوطن. تحت شعار معاً لاستعادة الدولة وحماية المشروع الوطني، عقدت مجالس المقاومة الشعبية بمحافظات الجمهورية مؤتمراً تشاورياً لدراسة الواقع الراهن الذي يمر به الوطن والتحديات التي تواجهه، وخيارات المقاومة الشعبية في معركتها العادلة لاستعادة الدولة ودحر الإنقلاب ورفع المعاناة والظلم عن شعبنا اليمني العظيم. وعرضت في المؤتمر الذي انطلقت فعالياته يوم 23/7/2023 عدداً من أوراق العمل التي تناولت تاريخ المقاومة الشعبية وتضحياتها الجسيمة. وقد حيّ المؤتمرون صمود أبطال الجيش الوطني والأمن والمقاومة الشعبية، وأكبروا الجهود والتضحيات العظيمة التي لا زالت تقدم في سبيل الانتصار للوطن وقضاياه العادلة، ووفاءً لدماء الشهداء ومعاناة الجرحى والمعتقلين. وقدمت بين يدي المؤتمر ورقة تحليلية عن الواقع الحالي الذي تمر به اليمن والتحديات التي تواجه المشروع الوطني والخيارات المتاحة أمام المقاومة الشعبية، وبعد النقاشات الموضوعية والحوارات الجادة والمشاورات المكثفة خلال جلسات المؤتمر، وبالنظر إلى استمرار الانقلاب الحوثي كتهديد وجودي للدولة اليمنية والهوية اليمنية والنتائج الكارثية المترتبة على ذلك وعلى بقاء الانقلاب والتي تضرب وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه في مقتل، وبالنظر إلى المتغيرات المستمرة في المشهد السياسي والعسكري والتحولات الكبيرة على الأرض والتسهيلات التي حصلت عليها الميليشيا الانقلابية من إعادة تشغيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي إلى رفع القيود عن حركة قيادات التمرد وكوادر الميليشيا، وما تواجه السلطة الشرعية من تحديات، وتراجع معركة استعادة الدولة عن قائمة الأولويات، وما يعنيه ذلك من مخاطر تحدق بمستقبل اليمن دولة وأرضا وإنسانا. فإن المقاومة الشعبية ممثلة في مجالس مقاومتها المختلفة تعلن توافقها على الآتي: ألف، توحيد مجالس المقاومة الشعبية في المحافظات اليمنية ضمن كيان واحد اسمه المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية. ب، اعتبار المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية ممثلا شرعيا للمقاومة الشعبية في اليمن. ت، إقرار النظام الأساسي للمجلس وتكليف المكتب الفني واللجنة المنبثقة عن المؤتمر باستيعاب الملاحظات المتفق عليها واستكمال إعداد اللوائح المنظمة لأعمال المجلس وسياساته. ث، يتكون المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية من ممثلي الأقاليم ورؤساء وممثلي مجالس المقاومة بالمحافظات بالإضافة للجنة الاستشارية العليا. جيم، يعقد المجلس الأعلى أول اجتماعاته خلال شهر من تاريخ الإعلان، ويشكل الهيئة السياسية واللجان التنفيذية، ويعين المكتب الفني وأمانة السر. ح، إقرار وثيقة البرنامج السياسي والمبادئ والالتزامات التي تتضمن ما يلي: أولاً، تعريف المقاومة الشعبية هي مقاومة شعبية يمنية عامة تنحاز للشعب اليمني وقضاياه، وتتشكل من مختلف القوى والمكونات السياسية والعسكرية والقبلية والمدنية، متخذة من الوسائل السياسية والعسكرية لمقاومة الانقلاب على الدولة ومشروعها الوطني والحفاظ على وحدة الوطن ونظامها الجمهوري وسيادته وسلامة أراضيه، وتستمد شرعيتها من حق الشعوب في الدفاع عن أوطانها وحماية دولها وسلامة أراضيها، والتي كفلتها جميع المواثيق الدولية والدساتير الوطنية. ثانياً، المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية هو أعلى سلطة في المقاومة، ويناط به انتخاب القيادة العليا وإقرار النظام الأساسي ولوائح المقاومة واتجاهاتها وسياساتها واستراتيجياتها.
ثالثا الهدف العام للمقاومة الشعبية استعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على سيادة الوطن ووحدته واستقراره وسلامة أراضيه والإسهام في بناء يمن قوي مستقر وفعال في محيطه الإقليمي والدولي. رابعا المبادئ والالتزامات. واحد الالتزام بمبدأ النضال الوطني. يلتزم المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية بأنه حركة نضال وطني تضم في تكوينها جميع القوى السياسية والاجتماعية والمكونات الشعبية والفعاليات الشبابية والجماهيرية، ولا يمثل أي توجه فكري أو سياسي أو مكون سياسي، ويؤكد ابتعاده عن التجاذبات السياسية والصراعات الحزبية وما يقود إليها وما يترتب عليها. اثنين إن استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وما ترتب عليه من اختلالات أمنية وانقسامات سياسية سيبقى الهدف الأساسي للمجلس والأولوية الكبرى التي يسعى لتحقيقها. ثلاثة يؤكد المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية على احترام المرجعية الثلاث المتعلقة بالأزمة اليمنية، المبادرة الخليجية، مخرجات الحوار الوطني، القرار الأممي 2216، ويدعو إلى تنفيذها والاحتكام إليها وعدم تجاوزها بأي حال من الأحوال. أربعة التمسك بالنظام الجمهوري للحكم والشكل الاتحادي للدولة والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة. خمسة يناضل المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية من أجل الحفاظ على استقلال اليمن ووحدته وسلامة أراضيه. ستة إسناد الجيش الوطني ودعمه بالوسائل والإمكانيات المتاحة في معركة استعادة الدولة. سبعة يدعم المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية جهود تعزيز حضور مؤسسات الدولة الشرعية وفرض هيبتها وتطوير أدائها وتمكينها من أداء واجباتها على كل شبر من الأراضي اليمنية، وعلى رأس تلك الواجبات قيادة معركة التحرير والرعاية الكاملة لأسر الشهداء والجرحى، ويرفض جميع المظاهر الفشل والفساد الإداري والعبث بالمال العام. ثمانية يؤكد المجلس على حق الدولة اليمنية في استعادة جميع مواردها السيادية، ويدعو إلى مضاعفة الجهود من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية ورفع المعاناة عن الشعب اليمني. تسعة يدعم المجلس جهود الدولة الشرعية في تأمين الممرات المائية اليمنية بما يحقق أمن البحر الأحمر والبحر العربي. عاشرة يعتبر المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية معركة الوعي ورفع مستوى الشعب ثقافيا ومعرفيا وبناء مهارات القوى البشرية معركة لا تقل أهمية عن معارك استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. حادي عشر يلتزم المجلس بالحفاظ على علاقات جيدة مع دول التحالف العربي وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة والصديقة الداعمة لحق الشعب اليمني في استعادة دولته والحفاظ على وحدته وسيادته الوطنية وإقامة علاقات أساسها المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. ثاني عشر يحترم المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية كل المطالب المحقة للقضايا ودعاوي المظالم التي خلفتها عقود الصراع السابقة، وسيسعى بكل إمكانياته إلى تقريب وجهات النظر وإعادة الحقوق إلى أهلها وفق مبادئ العدالة الانتقالية وجبر الضرر. ثالث عشر يعتبر المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية الأفكار العنصرية والممارسات الطائفية لميليشيا الحوثي الإرهابية تهديداً خطيراً يضر بمحاضر اليمن ومستقبل الشعب اليمني والمنطقة العربية، وسيسعى لمواجهة هذا الخطر بكل الوسائل الممكنة. أربع عشر الرفض المطلق لكل أشكال التطرف والإرهاب وكل المشاريع السلالية والطائفية والمناطقية والجهوية، والعمل على تعزيز التماسك المجتمعي والتسامح الديني والسلم الاجتماعي. خامس عشر الالتزام بتعزيز قيم المواطنة المساوية وسيادة القانون. سادس عشر احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. سابع عشر التأكيد على تمكين المرأة والشباب والتمثيل العادل لهم في كل مكونات الدولة ومؤسساتها وضمان مشاركتهم الفاعلة في الشأن العام. ثامن عشر الالتزام بالمشاركة مع كافة القوى المكونات السياسية والاجتماعية الوطنية. السلام عليكم جميعا. السلام عليكم.
فضل الصف والذي بفضل الصف والكلمة وبدل عبناء وضاع الكلام للتحديات لمواجهة التحديات المتمثلة في ميليشيات الحوثي الكلام وأتى أهل الجو من يوم الهدى غرا كراما مؤمنين نشاما تلقى بعد اجتماعات وبعد اجتماعات مستغفية وموسعة استمرت لعدة أيام. الهدف الأساسي أولا وحدة قبائل دهم وأنهاء الثارات فيما بينها، ثانيا تحرير بلاد الجوف اللي هي بلادنا مسقط روسنا، وخرجنا منها الحوثي يعني شوية شذارم متجمعة من اليمن، وأحنا أهل البلاد سابقا نأخذ ما نستأخذ، وسنعود أقوياء رافعين الروس رافعين الهامات إلى السماء، فنصرا يفرح به آلة بعد آلة صفة بعد صفة تم رافعه روسا بنصر الموجودين هؤلاء اللي تشوفهم من أبناء المحافظة ومن قبائل دهم عامة. تم إشهار مجلس قبائل دهم التأسيسي برئاسة الشيخ يحيى مرضي الهندوس، ومن خلال هذا المجلس سيتم اختيار الأعضاء، ستقدم كل قبيلة من قبائل دهم عضوا لها، على كل قبيلة أن تختار من يمثلها في هذا المجلس، وبهذا المجلس نقدر أن نوحد الصف. هدفنا توحيد الصف، إذا توحد الصف قدرنا أن نحرر محافظة الجوف. بتوحيد الصف نبذل خلافات، ننظر إلى المصلحة العامة لمحافظة الجوف، لا ننظر إلى المصالح الحزبية أو الشخصية أو الضيقة التي هي سبب مما نحن نعاني فيه. بخصوص ما أحداث الجوف الأخيرة، ما حدث من تضايق لأخواننا بني نوف في محافظة الجوف أثرت علينا كثير، عندما يضايق الحوثي أخونا وقرانا ونسانا وأطفالنا، وهي هذه المشكلة هي السبب الرئيسي لتشكيل هذا المجلس. فإننا إن شاء الله سنتوحد وسنحرر كل شبر من محافظة الجوف. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم الطيب المبارك تم إشهار المجلس التأسيسي لقبائل دهم وأبناء محافظة الجوف، ومن هذا المنطلق ندعو القيادة السياسية والمجلس الرئاسي لاغتنام الفرص لتحرير محافظة الجوف. وفي هذا الأثناء تمر الجوف وأبناء الجوف تمر بمضايقات من ميليشيات الحوثي، ولا يمر يوم إلا ومضايقوا قبيلة تلو قبيلة، فمن هذا المنطلق ندعو لتحرير المحافظة من هذه الميليشيات التي أجرمت وحاصرت وهجرت وأقصت جميع الشعب اليمني وأبناء الجوف وأبناء قبيلة الدمام على وجه الخصوص، فندعوهم من هذا المنطلق لتحرير المحافظة. فكل يوم تفوت علينا فرصة، فندعوهم المجلس الرئاسي والتحالف العربي أن يغنموا الفرصة في هذه الظروف وفي هذه الأثناء. المحافظة شبه مهيئة للتحرير الآن، فيغنموا الفرصة. والسلام. كان بطولة ناجحة بجميع المقاييس، وللأمانة ما توقعنا راح البطولة تكون بهذه القوة وهذا التنافس الشرس.